فخر الصناعة المصرية يا عم السندباد. بس فرحني وقول لي انك مأمن على السجاد. أأمن على ايه؟ دول شوية غاز. انت ما سمعتش عن عقب السيجارة اللي اترمى من العمارة ولع في ورشة النجارة؟ ما سمعتش عن مشغل تاني اللي اتسرق تاني وبرضه نطوا عليه من الدور الفلاني؟ اشرب شاك يابا. ناقص تقول لي هتدخل علينا دبابة. بتحصل. أمن على مشروعك الصغير بقسط يبدأ من 50 جنيه في السنة. تأمن قبل ما تحصل. مش مهم تأمن مع مين، المهم التأمين.